الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بعض الناس يظن بأنه يسوغ له أن يقسم على الله تبارك وتعالى، فيقول: نقسم على الله، أقسم على الله به، إلى مثل هذا الكلام. وهم يستدلون بحديث أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، والذي هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم، من أن عمته الربيع قد كسرت ثنية جارية، والثنية هي بعض الأسنان، فجاءوا واشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقيم القصاص، أراد أن يقتص لهذه الجارية من الربيع رضي الله عنها، عمة أنس بن النضر الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا. فأنس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا تكسر ثنيتها، وفي رواية: والله لا تكسر سنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص، ما في مجال. وهو يقول: والله لا تكسر ثنيتها، والله لا تكسر سنها. فبعد ذلك أهل الجارية جنحوا إلى الصلح وتصالحوا مع أهل أنس والربيع ورضوا بالدية. فقال حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا من لو أقسم على الله لأمره، في روايات. فاستدل بعض الناس من هذا الحديث بأنه يسوغ لإنسان أن يقسم ويقول: أقسمت عليك يا رب. وهذا أمر عظيم، عظيم جدا. أولا، لأن أنس رضي الله عنه لم يقل أقسم على الله، لم يقل أقسم على الله، وإنما قال: والله لا تكسر ثنيتها. يريد بأن هذا الأمر لن يحدث، وسنفعل كل ما بوسعنا كي نحول بيننا وبينه، ولكنه لم يقل: أنا أقسم على الله، لم يتجرأ على ذلك، بل لم يردنا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة ولا أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه قال أقسم على الله. يعني الإقسام على الله هذا أمر عظيم، عظيم جدا، أن يتجرأ إنسان بسيط ضعيف مهما بلغ أن يقول أقسم على الله. من أنت حتى تقسم على الله؟ فهذا ابتداء. ثم كما قلت لكم، أنس رضي الله عنه إحسانا بظنه بربه قال بأن الله لن يخزينا وسينصرنا وسنصل إلى حل مع هؤلاء، فأبره الله. وحتى نعلم يا أخواني من هو أنس بن النضر، هذا أنس بن النضر يا أخواني عم أنس بن مالك رضي الله عنهم. وأنس بن النضر هذا الذي جاء في حديث صحيح ثابت بأنه غاب عن بدر، لأن غزوة بدر يا أخواني لم تكن حربا محسومة، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليأخذوا قافلة قريش، كما سلبت قريش أموال المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لنا حقوق وهؤلاء سرقوا أموالنا، فلنا حق في هذه القافلة. فخرجوا لاعتراض قافلة قريش، وعليها أبو سفيان الذي أسلم بعد ذلك وأصبح صحابيا رضي الله عنهم جميعا. فسبحان الله، أراد الله أن تكون معركة، فلم يخرج إلى بدر كل الصحابة، كما تعلمون كانوا 300 ونيف من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لذلك أنس بن النضر هذا غاب عن بدر، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع، أو ليرين الله ما أفعل. يعني تحسر
أنس بن النضر رضي الله عنه على أنه حرم من هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل صحابي صادق يحب الله ورسوله، يحب نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام. فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع. فأشهده الله غزوة أحد فقتل رضي الله عنه صابرا محتسبا، ووجد في جسده رضي الله عنه وأرضاه بضعا وسبعين طعنة. هذا رجل صحابي ولي من أولياء الله، ومع ذلك لم يقسم على الله تبارك وتعالى، وإنما قال لا تكسر ثنية الربيع أو لا تكسر سنها، فأبره الله وسر خاطره بما أراد. ثم يأتي أناس من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعد الصحابة يقول أنا أقسم على الله. كيف تقسم على الله؟ من أنت لتقسم على الله؟ يعني أقل ما يقال في الإقسام على الله بأنك تزكي نفسك، بأنك ترى نفسك وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، فلك حق أن تقسم على الله سبحانه وتعالى. من لو أقسم على الله لأبره. أنس ماذا قال؟ لا تكسر ثنيتها، فأبره الله. فيا إخواني ينبغي أن نتفكر وأن نفكر وأن نتدبر في الكلام قبل أن نقوله. أقسم على الله. مرة من المرات صليت الجمعة خلف خطيب من خطباء حينا، وهذا الرجل هو رجل حافظ لكتاب الله، وكان يعلمنا أحكام التجويد، وكان حافظاً متقناً. صليت خلفه مراراً في رمضان وفي التراويح وفي غيرها، فلم أسمعه يوماً حتى يتلعثم في قراءة آية من كتاب الله، حافظ متقن ما شاء الله. وكان الموسم موسم مطر، وكان الغيث قد تأخر في تلك السنة، فأصابنا قحط وجفاف، وكانوا يحثون الأئمة على الاستسقاء وعلى الدعاء بالغيث إلى غير ذلك. وإذا بهذا الرجل الخطيب سامحه الله يقول على المنبر يا رب أقسمنا عليك إلا سقيت. قلت لا حول ولا قوة إلا والله يا إخواني، وأنا ذاهب إلى المسجد في الطريق أن الغيمة والسحب تملأ السماء، تملأ السماء كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يسقينا في ذلك اليوم، غيم عظيم سبحان الله. فقل فاستبشرنا خيرا، قلنا الحمد لله إن شاء الله ربنا يغيثنا في هذا اليوم. والله يا أخواني ما خرجنا من المسجد فلم نجد سحابة في السماء، سماء صافية، شمس ساطعة، ذهب كل الغيث، لأن هذا الإنسان تجرأ على أن يقول يا رب أقسمنا عليك. ثم عاتبته من بعد ذلك فيها، فحاول أن يجد مخرجا، قلت له وأقمت عليه الحجة، فقال لي الحق معك، أنا قد أخطأت وأنا أستغفر الله. فيا إخواني نصيحة، نحن عباد الله، علينا أن نتضرع إلى الله، علينا أن نستغفر الله، علينا أن ندعو الله بأسمائه الحسنى وبصفاته، وأن نستعطف الله ونطلب رحمته ونطلب عفوه وإجابته، دعاء العبد الضعيف الذليل بين يدي ربه العظيم، لا أن يتجرأ أحدنا ويقول أقسم على الله، أقسمت عليك يا الله. إياكم يا إخوان، إياكم، نصيحة، قبل أن تنطق بالكلام تفكر فيه وافهمه، وقبل أن تستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تفهمه وتفهم المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.